أكيد الكل بيضل قاعد فترات طويلة وهو على الكمبيوتر أو بالمدرسة، فأنا اليوم راح أفرجيكم تمارين ممكن تعملوها على الكرسي. اسم هاي التمارين Seated Press Ups و Chair Dips. وهلأ هذا الإكسرسايز راح نبلش فيه اسمه Chair Dips، وبنعمل هيك. وإذا هذا التمرين صعب، في تمرين أسهل ممكن تعملوه اسمه Seated Press Ups. بنعمل زي هيك. مرحبا يا أصحاب، إذا بدكم تحضروا كمان فيديوهات اكبسوا هون، ولا تنسوا تشتركوا معنا بالقناة من هون. باي.